السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف حطينا الشخصية وحطينا البيت وخلينا الباب تبع البيت يفتح لما تقرب الشخصية منه، زي ما احنا هيك راح نشوف الشخصية تمشي. أول ما قربت فتح الباب هو صار يقدر يخش جوا الباب ويلف جوا. الآن اللي أنا بدي أعمله بدي أجيب كلاشن أو رشاش وأخليه الولد يقدر يصير يطخ. الكلام هذا أنا عامله في الماية، طبعا جبت هدول الاشياء جاهزه انا ومحضرها وضابطها، بمعنى انه المجسم تبعي شايفين محور الزد، انا بدي اياه يطلع دائما بمحور الزد عشان لما اجي احطه على اليونيتي الاقي ان المجسم تبعي بتطلع حوالين محور الزد. خليني بس اعلم على جسم معين، طلع بدي المجسم تبعي يطلع حوالين على محور الزد، يعني طلع لقدام. على العموم اذا راح نشوف، فانا بدي اياه زي هيك مظابط الحجم نسبيا، حجم الكلاسين بالنسبة لحجم الرصاصة، والرصاصة أنا قسمها نصين، نص راح تيجي على تحت ونص راح تنحذف يعني أو تطلع من الكلاشين تبعي. عامل طبعا سنتر بايفت للأجسام اللي عندي، مركز دوران في النص في النص، وعامل فريز ترانسفورميشن، أنا مسفر القيم عاصة كل واحدة من هدول، وعامل فريز ترانسفورميشن. هيك هم جاهزين للتصدير. راح أصدر كل واحدة لحال، راح امسك هذا واقول له لو سمحت صدر لي اياها فايل اكسبورت سيلكشن، وراح اروح على المجلد تبعي في الشغل واسمي هذا المجلد مثلا تبعي المجسم تبعي جان ماشين. هاي في عندي جان ماشين، اوكي راح اعملها اوفر رايت، بكون انا مجهزه من قبل اي اوفر رايت، وراح اجي على الطلقه تبعتي فايل اكسبورت سيلكشن، راح اسميها بوليت باك، تأكد ان هي المعلم عليها صحيح، هاي اكسبورت، وراح امسك الجزء الامامي بسميه بولت فرونت فايل اكسبورت سيلكشن، وراح اقول له بولت فرونت. هيك انا سطرت المجسمات تبعتي. خلينا اشوف اليونتي بلش يستوردهم. هاي جاب لي اياهم، طبعا جاب لي اياهم بدون ما يحط اللي عليهم الخامات تبعتهم. الخامات اكيد راح يبقوا نفس الخامات المستخدمين في عندي في المايه، يعني الهان اي اي جان الخامه المحطوطه عليه، فراح الاقي اي اي جان، وراح الاقي ان انا حاطط صوره فممكن احملها. هات نشوف. مبدئيا راح اجي هنا محطوط ان انا بدي اعمل له سكيل 3، كون هذا لان انا حاطه من الاول، هدول كمان راح احط له انا بدي اعمل سكيل 3 واعمل ابلاي، يعني بدي اضاعف حجم الجسم تبعي 3 اضعاف مبدئيا. لعده لو عوزت اغير او ازود بزود. خلينا نشوف الرصاصه تبعتي. الرصاصه بدي احط عليها خامه او بدي اطلع من الخامه تبعتها اكستراكت تكتشر، بدي احطها جوا مجلد ماتيريال، فيها بدي اعمل مجلد فولدر واسميه جان، واحط كل ما يتعلق بخامات الرشاش تبعي. هان هاي اكسبورت التكتشر، وهي اكسبورت الماتيريال هاي. فلو اجيت هنا هاي الجان تبعي راح الاقي انه في خامة واحدة، وهي الصور تبعتها. بكل بساطة بربط هذه مع هذه، الان الخامة صارت عندي موجودة، هدول صار عندهم موجودة عليهم خامة. هات اشوف هاي الخامة تبعت الأوسط حرف الاف، هاي اجى بالخامة تبعته، هاي ديليت. لكن الكلاش لو حطيته بيجي من غير خامة. خلينا نعمل نفس الكلام عليه، علم ماتيريال اكسبورت تكتشر. يبدو ان انا باقي مصدر المجسمات تبعتي، مصدر الخامات ومحيهم. طب خليني امحي مجسم ده من اول وجديد، امحي زي هيك، هي ديليت كل مجسم حذفته، وعاود اصدره كمان مرة فايل اكسبورت سيلكشن، اسف فايل اكسبورت سيلكشن، ونفس المجلد وسميه انا هان عندي جان ماشين. هنا راح يجيب لي الجان ماشين. الان راح اجي اقول له بدي السكيل تبعه يبقى 3، وبدي الماتيريال، هاي زرين ضوئيين هنا، راح اقول له طلع لي الخامات تبعت الجن ماشين حطهم في الماتيريال في الجن. انا بطلع الصور لقيتها هنا اكستراكت ماتيريال، راح يطلع لي الخامات المكونة وهي خامة واحدة.
راح اروح على ماتيريال في الجن واطلعها، واسمها اي اي جن، هيك انا ذاكر حطيتها. راح اروح على هان، في حاجة اسمها اي اي جن، هذه هي الخامة تبعت الكلاشن تبعي، في الغالب هذا هو خامة اللون. هذه خامة النورمال عشان يعطيني في بروز، وهذه ميتلنس المعدن، انا مش راح استخدمها، هي موجودة هنا بس انا هات نحطها. هاي ميتلنس، هاي ميتلنس عشان يعطيني احساس انه في المعدن على المجسم تبعي. ارجع على الكلاشين، هات اشوف لو حطيته. هاي الكلاشين تبعي، هاي المجسم تبعي. طيب الان شفنا احنا كيف جبنا الكلاشين وكيف انا بدي اجي احطه في مكانه. قبل ما اعمل الكلام هذا في نقطة مهمة أساسية لازم أنا أتطرق لها، هي حاجة اسمها بريفاب. اليونت بتدعم حاجة اسمها ريفاب، راح نشوفها في اللقاء الجاي كيف راح نتعامل معها عشان نقدر نبني شغلنا على أساسها. راح نكتفي في اللقاء هذا لهان، واللقاء الجاي راح نشوف حاجة اسمها بريفاب. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.